لخالد أن يعمل صفوة الرفاق الذين شكلوا صمام أمان للحزب. لكن لم يكن فقدانك في الحسبان. غادرتنا باكرا ولا زلت لم أتعود إلى هذا الواقع الجديد. فقد بلغت العلاقة التي تربطنا منذ عقدين تقريبا من الزمن نوعا من النضج، حيث أضحت تتجاوز بكثير علاقة أب بابنه. وضعت علاقتنا في أرقى مراتب الثقة التي قد يحظى بها ابن من والده، حيث جعلت مني صديقك ورفيقك وحتى أمين سرك. فشكرا على ثقتك الغالية التي أعتز بها أيام اعتزاز. كنت أميني النفس بلقياك بعد مغادرتك المساحة والعودة إلى منزلك، إلا أن الأمور صارت على منوال معاكس. نحيي اليوم ذكرى الأربعينية التأبينية لوفاة المرحوم الأستاذ خالد الناصري، وسمعنا خلال هذا الحفل التأبيني عدد من الشهادات التي أتلاها رفاق وشخصيات حقوقية وأكاديمية وسياسية التي نعوا فيها الفقيد واستحضروا مساره الحافل الذي طال ما يزيد عن 50 سنة من النضال. وهذه الشهادات نحن كعائلة وكحزب وكأبناء نعتز بها أيام اعتزاز، ونشكر الجميع على هذا التضامن الأخوي الذي ما بعده تضامن. لحظة وفاء كان لزاما على حزب تقدم الاشتراكية أن ينظم هذا الحفل وهذه الذكرى الأربعينية، لأننا افتقدنا في خالد الناصري قامة كبيرة في تاريخ النضال السياسي الوطني، وقامة كبيرة في صفوف حزب التقدم والاشتراكية. خالد الناصري كان حقيقة مناضلا وطنيا مدافعا بشكل قوي عن الوطن وعن وحدته ووحدة ترابه، وكان مناضلا ديمقراطيا مدافعا عن المؤسسات الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وعن الحريات، وكان صحفيا لامعا وكاتبا متميزا باللغتين العربية والفرنسية، وكان أستاذا ومحاميا في قضايا كبرى سياسية في وطننا اجتمعت فيه خصال عديدة، وكان رجل أيضا الوفاء لتاريخ حزبه ولمبادئ حزبه ولأخلاق حزبه، بحيث أنه كان يعتبر بأنما لا سياسة بدون أخلاق، كما كان من الذين ساهموا في تجديد فكر هذا الحزب، وساهم إلى جانب تلة من الرفاق الآخرين في الحفاظ عليه، لكن في ذات الوقت في قدرته على التكيف مع الواقع. هكذا كان خالد الناصري، إضافة إلى أنه كان رجلا طيبا وكان صديقا وفيا وكان فنانا محبا للحياة، وكان بالنسبة إلي رفيق الدرب. الحضور ديالنا اليوم لهذا الحفل التأبيني للفقيد الراحل الأستاذ خالد الناصري هو يعني مناسبة للتعبير على يعني على أن هذا الرجل العظيم اللي هو كان يعني مناضل تقدمي أولا، وطني حتى النخاع، أستاذ جامعي وباحث، يعني هذا الرجل اللي اليوم افتقدناه واللي ما أحوجنا إلى أمثاله باش تستمر المسيرة ديال التغيير الديمقراطي الشامل اللي بغيناها في بلادنا، لأنه المسألة ليست فقط انخراط في السياسة
ولكن خيرات في السياسة بنبلها وبأخلاقها وبحب الوطن وحب الشعب المغربي والالتزام بكل قضاياه العادلة. فالأستاذ خالد النصيري يمكن يبقى نموذج لأجيال قادمة من أجل أن يتعلموا انخراط الوعي وحب الوطن من أجل خدمة الوطن والشعب وليس خدمة المصالح يعني الذاتية. فالسياسة في بلادنا بحاجة إلى إعادة التأهيل الشامل، وأن من يمارسها يجب أن يكون أهلا لهذه المسؤولية الجمة والتي يعني تحملها فقيدنا بنبلها وبشرفها وباستقامة وبتفان. وأظن أن أستاذ خالد النصيري يعني وروحه الزكية اليوم تعيش في اطمئنان وأمان لأنه أدى الأمانة، وكانت حياته بهذا الشكل انخراط من أجل إسعاد الشعب المغربي ومن أجل تقدم الوطن كانت حياة جميلة وتستحق أن تحيا بهذا الشكل. فتحية لروحه الزكية وكل تعازي لأسرته ولرفاقه ورفيقاته، وفلينم مطمئنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.